سبحان الله العظيم، هذا النمل هذا هو الوحيد اللي كيتعاون بعضياتهم، واحد ما يخلي الاخر، ماشي بحال البشر. الناس اللي عندهم العلم على هذا الشيء ديال النمل في حقيقة راه تيقدموا لنا شي برامج واعرة. دابا انا هذا غير كنت غادي كنتسارى في الجردة ديال العمارة، كيبان لي هذا السرب هذا، قلت نصوره. سبحان الله العظيم، انسان المهم اللي كيعجبو يشوف هذا الشيء ديال النمل راه غيستافد شويه في هذا الفيديو هذا، يشوف كيفاش كي متحد اتحاد بيناتهم وما يقبلش البراني يدخل عليه. سبحان الله العظيم. والمهم انا ما نعرف ما نقول عليه، نخليكم انتم تعبروا وتشوفوا شنو كاين تما وتستافدوا، الا كان ما يتستافد ما كاين شيء، هذا الشيء اللي عطى الله. الله يعاونكم. يلا السلام عليكم. على كل حال انا غادي نخلي هذا الفيديو هذا مفتوح، اللي بغى يعاود يسجله ويعاود عليه شي تعليق ديالو هو خاص ولا شي حاجه، المهم الله يسامح. هذا المهم راه الفيديو مسموح، اللي بغى يعاود النشر ديالو مرحبا. السلام عليكم. Thank you.